آخر. ولكن من خلال استعمال التكنولوجيا الحديثة حكينا قبلها وطرقنا في موضوع حصتنا وتناقشنا حول الاستعمال كيكون غير موجه قداش ينجم يأثر فينا سلبيا ويأثر على حتى على حياتنا اليومية وندخلوا حتى في الجوانب القانونية. ذاك علاش شو ديريكتما الفقرتنا هاو حقك مع نجلة فجاري. هاو حقك هاو حقك وهاو حقك فيها وحقك كالعادة وكما تعودنا مش نعطيكم الجانب القانوني. والليلة حاولنا نتطرق للجرائم الإلكترونية. باش نحكيو على الجرائم الإلكترونية أذك علاش نلقاو وباش نبدأ لكم طول بالعقوبات كالعادة. نلقاو عقوبة بالسجن مدة 3 أشهر إلى عام واختية قدرها 10,000 دينار كل من يتعمد دون وجه حق النفاذ والبقاء بنظام معلومات أو بجزء منه. ونلقاو سجن مدة 3 عوام واختية قدرها 20,000 دينار كل من يتعمد بدون وجه حق استخدام وسائل فنية لاعتراض بيانات الاتصال. ونلقاو زاد يعاقب بالسجن مدة 3 عوام مختية قدرها 20,000 دينار من يتعمد إلحاق ضرر ببيانات ومعلومات أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها أو تدميرها. ونلقاو يعاقب بالسجن مدة 3 عوام وخطية قدرها 30,000 دينار من يتعمد دون وجه حق إعاقة عمل نظام معلوماتي. كما يعاقب بالسجن مدة 5 عوام وخطية قدرها 30,000 دينار كل من يتعمد اختلاس بيانات معلوماتية على ملك الغير. نواصلوا في هذا الإطار وفي إطار الاحتيال المعلوماتي نلقاو العقوبة هي بالسجن مدة 6 عوام وخطية قدرها 100,000 دينار من يتعمد إلحاق ضرر بالذمة المالية للغير. كما نلقاو في التدليس المعلوماتي العقوبة هي مدة 5 عوام وخطية قدرها 100,000 دينار من يتعمد ارتكاب تدليس من شأنه إلحاق ضرر بالغير. وفي نفس الإطار نلقاو زيدا في الحماية المعلوماتية نلقاو يعاقب السجن مدة 5 عوام وخطية قدر 50,000 دينار من يتعمد استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أخبار زائفة ليست حقيقية. كما نلقاو في نفس الإطار وخما يخص الأطفال والاعتداءات الجنسية يعاقب بالسجن مدة 6 عوام وخطية قدرها 50,000 دينار من يتعمد إنتاج أو عرض أو توفير أو نشر أو إرسال أو الحصول أو حيازة بيانات معلوماتية ذات محتوى إباحي تظهر طفل أو شخص يبدو في مظهر طفل بصدد القيام بإيحاءات أو ممارسة جنسية أو يتعرض لها. إذن لهنا رانا يلزمنا نحميه الأطفال في هذا الإطار وفي نفس الإطار هذا وحرص من الدولة على حماية الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية بالفصل 30 من الدستور. المرأة اللي تتعرض للابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا الطفلة بنشر صورها أو بنشر محادثة إلكترونية راهي تدخل فيما يسمى خانة التحرش الجنسي. وفي هذا الإطار نلقاه العقوبة هي بالسجن مدة 2 وخطية قدرها 5,000 دينار كما أنه يعاقب السجن مدة تتراوح بين عام وعامين وخطية ما بين 100 إلى 1,000 دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصال. نضيفوا لها كل من يحرض على ارتكاب جرائم العنف والقتل والنهب وكل من يحرض على الكراهية بين السكان تكون العقوبة ما بين عام و3 سنين سجن. وكل من يحرض على ارتكاب جريمة إرهابية حسب قانون الإرهاب يعاقب بالسجن مدة 20 عام مع المراقبة الإدارية. كما ينص الفصل 222 مجلة جزائية على عقوبة تتراوح بين 6 شهور و5 سنين سجن لكل من يتعمد تهديد غيره. هنا في التهديد سواء في العالم المادي أو في العالم الافتراضي. كما أن مرتكب جريمة التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر حملات افتراضية لحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض والدعوة لخلق الفوضى وتهديد السلم في البلاد تندرج ضمن التآمر على أمنها وتصل عقوبتها إلى الإعدام. كل تدوينة أيضا من شأنها المساس هو كل تدوينة من شأنها المساس بالجيش الوطني هي جريمة وتصل عقوبتها أيضا إلى الإعدام باعتبارها خيانة عظمى وتحال على أنظار المحاكم العسكرية. هذا هو دونك ما شاء الله يعطيك الصحة سلطانة القانون. دونك كفيت ووفيت وعطيت أدق التفاصيل فيما يخص جستمان دونك الجرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذه هي فقرتنا هاو حقك مع نجلة فجاري. هاو حقك هاو حقك وهاو حقك
دونك يعطيك الصحه نجنوش كالعاده. دونك اكيد سيدا المستمعين باش يقول لك كالعاده حضرت لنا شكاره حبوسات وشكاره فلوس هذا هو. يلا كلمه الختام دونك نعملوا تور دو تابل يا محمد. كالعاده باش نشكر شكون في اطار الموضوع نتاعنا. تفضل. محمد امين الفطناسي مدرب رياضة تايكواندو. على توا ديجا جاني ميساج وقت في البوز اللي خديناها في الشهر هبطت القرعه نتاع كل واحد الكومبا نتاعو مع شكون باش يلعب ما كل شيء. القرعه ولات ما عادش قرعه عاديه نتاعنا ولا الكترونيه صحيت مشينا للذكاء الاصطناعي انه كل حاجه تعبت وحدها تقسيم حسب الميزان كل شيء. دونك انت تحط لي دوني وهو يعمل الكومبينيزون نتاعو ويخرج. صحيح. كنا قبل لازمك تطلع الفيدراسيون تخلصها الفلوس وتاخذ التوصيل نتاعك فهمتني احسب فما شكون يطلع لك من تطاوين مش يطلع لك لتونس توا ليه تمشي تصب في البنك وتلعب على روحك وجوك به كهو ونقول لكم تصبح على خير. دونك سي ركحت امورك سي بون هاي ان شاء الله مربوحه. رنوش كلمه الختام. كلمه الختام انه كل مستعمل الحاجه يعني كل ما تفوت حدها راهي باش ترجع ليك بالضبط. فالمواظبه والتوازن في الاستعمال وحسن الاستعمال حاجه باهيه. ان شاء الله نفهموا الحاجه اللي بين يدينا شنو تنجم تنفعنا كيما شنو تنجم تضرنا. واحد كيف يعرف حدود الحاجه اللي قاعد يستعمل فيها ما نصورش باش يجيب الروح والمذره. ان شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم وتصبحوا على خير. وصبح على خير نون. انا نحب نقول للوالدين ردوا بالكم على صغاركم عرفوا كيف تواجهوهم وتواجهوا لهم استعمالاتهم. عرفوا كيف تواجهوهم وتواجهوا لهم استعمالاتهم وتتلهوا شويه كي تشوف صغيرك شي تليفون وقاعد يعمل في حاجه حاول تشوف فيش قاعد يتفرج فيش قاعد يلعب. وكي نحبوا نصلحوا احنا ونحبوا نهذبوا استعمال التكنولوجيا نبداو من رواحنا وقدره ربي لاباس. دونك بقدره ربي لاباس نجنش. المعلوماتية وما أدراك ما المعلوماتية بحر تعلمهم. هذه الكلمة اللي نحب نقولها تعلموا علموا صغاركم يعوموا على خطر روحوا بحر كبير راو فيه برشا منافع وفيه برشا مضار. effectivement دونك اليوم بقى لي كم شقول لكم دونك راهو ما تجيش حاجة من فراغ راهو فما حاجات يفتعلها الإنسان. دونك ذك علاش الجانب الوقائي والتحسيسي مهم ومهم جدا. مثالش نحن رانا قدوة لصغيراتنا نبدأ برواحنا على خطر من غير ما نشعروا نحن الوالدين. دونك نحن اللي نخليه صغارنا يخوضوا التجربة هذه كسوسوا تكون لهم تجربة آمنة وإلا نخليهم يخوضوها على أساس كونها تجربة نجم ترجع عليهم لقدر الله بالمضرة مهما كانت نوعية المضرة هذية. دونك نبدأ برواحنا باش نكونوا مثال وهكيك نجمو بتبعتنا نحمي رواحنا ونحمي صغيراتنا. وما بقى لي كام شو قلكم دونك اقعدوا متفائلين راهي الدنيا مازالت بخير وتصبح على خير.